اختطاف حتى الإفراج أو الإخفاء، عذاب مستمر. تحت هذا العنوان أصدر المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان بجنيف والتحالف اليمني لحقوق الإنسان تحالف رياح السلام، وهو تحالف يضم 100 منظمة حقوقية وإنسانية يمنية، تقريرا مشتركا وموسعا حول جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الذي مارسته ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح في الفترة منذ تموز يوليو 2014 ميلادية وحتى نهاية تشرين الأول أكتوبر 2015 ميلادية، وهي الفترة التي شهدت بحسب التقرير أوسع الانتهاكات في اليمن. وبحسب التقرير فقد جرى توثيق 7049 حالة اختطاف خلال المدة التي يغطيها التقرير، من ضمنها 1910 حالة اختفاء قسري، ومن هؤلاء يفرج لاحقا وعلى مدار المدة الماضية على 4971 مختطفا، فيما لا يزال 2478 مختطفا في قبضة الميليشيات حتى اللحظة. ونالت أمانة العاصمة النسبة الأكبر من الاختطافات، وذلك بواقع 1255 حالة اختطاف، وبلغت حالات الاختطاف والإخفاء القسري ذروتها أواخر آذار مارس 2015 ميلادية بعد إعلان قوة التحالف العربي حربها ضد الانقلابيين في اليمن، حيث وصل عدد المختطفين خلال الأسبوع الأول من ذلك الإعلان قرابة 1000 مختطف، معظمهم تم إخفاؤهم قسريا. وعلى مستوى الفئات المستهدفة بالاختطاف والإخفاء، أشار التقرير إلى أن معظم أولئك الذين يتم اختطافهم من قبل ميليشيات الحوثي والمجموعات المسلحة الموالية للمخلوع صالح هم إما من الرموز والنشطاء المعارضين لسيطرة الحوثيين على اليمن أو من أعضاء ورموز حزب التجمع اليمني للإصلاح، إضافة إلى حقوقيين وأكاديميين وإعلاميين ممن يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث بلغت نسبة المختطفين من حملة الشهادات وطلاب الجامعات 65% من مجموع المختطفين. وثق التقرير اختطاف ميليشيات الحوثي وصالح 263 طفلا جرى الزق ببعضهم في جبهات القتال المختلفة، كما استخدم بعضهم كرهائن في محاولة للضغط على أبائهم أو أحد أقاربهم إما لتسليم أنفسهم لتلك الميليشيات أو الكف عن أنشطتهم المعارضة. وسجل التقرير 3 حالات اختطاف ارتكبت بحق مواطنين يمنيين من ذوي الحاجات الخاصة، وتعرض أحدهم للتعذيب ثم جرى استخدامه مع مختطفين آخرين كدروع بشرية. كما وثق التقرير اختطاف 12 أستاذا جامعيا و 148 إعلاميا. كما وثق التقرير استخدام التعذيب بحق المختطفين، إذ سجل 1077 حالة تعذيب، وشمل التعذيب الضرب لفترة طويلة وتعليق الشخص في أوضاع جسدية ملتوية أو التعذيب بالصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر وصب الماء الساخن على الجسم. وسرد التقرير 4 حالات توفي فيها مختطفون لدى جماعة الحوثي وصالح بسبب التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، و3 حالات أخرى توفي فيها مختطفون بعد خروجهم من السجن بمدة قصيرة.